يلا ناخذ خليل من النواف. تفضل يا خليل. السلام عليكم. عليكم السلام، مين يا خليل؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا فلديك؟ تفضل. 4-7. نعم. هذا أنت خليل؟ ها ما أريدك؟ إيه. زين، شنو سؤالك يا خليل؟ ما أعرف عن السؤال، الفرد ما لا هو أنت حساس كلش ومزاجي وعنيد، والمحور ما عندك، هذا المشاكل أنت تصلحها لنفسك. بالعكس السنة حتشوف نهاية السنة حتكون جدا جميلة لك. أنت الطيبون في الأرض بين قوسين. بس على حد تسأل؟ التعيين ان شاء الله جالك على الاوقات المناسبه، الاوقات اللي تقدم بها الى دائره حكوميه مثلا. اي والله تكون مفيده لك، تكون يكون طالع بجانبك مؤشرات الطالع، ان شاء الله اجابك. شكرا خليل. خليل من النجف 47979 ويسال عن التعيين ويسال عن الحظ. حظك يا خليل، انت من الشخصيات اللي تتعب نفسيا، شخص طيب جدا، مزاجي، متخلخل بالاراء، لا تصفي على راي ثابت، تغييرات كثيره بحياتك، سرطان، عنزه، عقعق، طار العقعق بالابراج الهنديه، لا شخصيه مزاجيه، شخصيه تهتم بالكماليات، شخصيه كثيره التقلبات بالحياه. حالات التشاؤم تجيك من فتره اخرى، هذا المشكله هي في شخصيتك يا خليل. استفيد من رقم الحظ اللي عندك اللي يدل على وجود تغيرات كثيره في حياتك. انت بالمناسبه على الجانب العاطفي لا، في متاعب عندك. على الجانب المهني اولا في متاعب موجوده، لكن اعطيك الاوقات اللي ممكن ان تستفيد من عندها، لان فرصك قد تكون نوعا ما راح تاتيك بشكل كبير جدا في هذه السنه. الفترات المناسبه راح تكون افضلها ما بين 17/8 الى 10/9. عندك فترة أخرى على الجانب العاطفي، عندك فترة أخرى على الجانب المهني راح تكون ما بين 12/9 إلى 6/10 مهنياً. عندك فترة أخرى أيضاً راح تكون جيدة على الجانب العاطفي بين 3/6 إلى 25/6، هذه الأوقات اللي جيدة على الجانب العاطفي تعطيك إياها على الجانب المهني. ودير بالك يا خليل، أنت عرضة إلى الاستغلال من قبل الآخرين بسبب قيمتك الزائدة، ولأنك غير قادر على اتخاذ قرار معين في حياتك، قد تدخل في مشاكل ومتاهات كثيرة. حاول قدر الامكان ان ترفع من 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 شخصيتك الداخليه، بمعنى صح حاول ان ترفع من نسبه طار العقق الموجود عندك. هذا الطار يكون عنده نوع من مولود برج العقق ويصير عنده نوع من التفاؤل، لكن انت العنزه تعطيك نوع من الكآبه بين فتره وفتره ونوع من الياس. لا، ارفع من العقق اللي يجوز يكون غار في عقلك الباطن. راح تشوف ان الحياه بالنسبه لك جدا جميله، وانت من الشخصيات المحبوبه على فكره، محبوبه ومرغوبه حتى اجتماعيا.